بن كيران يكشف حقيقة الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا. قال عبد الله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع هي في الحقيقة حرب بين روسيا وأمريكا وأوروبا. بن كيران الذي كان يتحدث في مداخلته بمناسبة المؤتمر الجهوي للبيجيدي بجبهة الدار البيضاء ستات أورد هذا التصريح في سياق حديثه عن زيادة أجر الموظفين من قبل الحكومة خلال الاتفاق الأخير بينها وبين النقابات. وفي السياق ذاته صرح بن كيران بأنه لو كان مكان عزيز خنوش لما أضاف درهما واحدا كزيادة للموظفين بسبب ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.